يا وطن عاد عيدك على عز ونصر. نكرر لكم التهنئة بعيد الفطر المبارك في هذه الحلقة من برنامج من العايدين، والتي يشرفنا أن نشارك فيها أهالي محافظة ميسان. العيد جانا والفرح في محياه، عيد التواصل والسعاد والتباشير. فبعد أداء الصلاة يتجه الناس إلى المنازل يهنئون بعضهم البعض بهذا العيد السعيد. مرحبا مرحبا يا عيد يا باجات الخاطر وسعده، عدت يا عيد بالافراح والخير واللبس الجديد. اكيد بدون شك البلديه حرصت كل الحرص على تهيئه جميع الحدائق الموجوده في المحافظه، حدائق الضرب وعتمه والغوقه، وتجهيزها للزوار والمصطافين والاخوان في العيد. قم عانق الفجر، ها قد جاءنا العيد، وعشوشبت في فم الدنيا الأغاريد، وأقبل النور في كفيه أسورة من البهاء، وفي أعطافه جود. العدا تحت قوة الحزم، سالمين حزمنا صعب في روحات ومعايدة. جعلكم كل عام بخير وسالمين، اجتمع على حب عيد ومعايدة. اجتمع على حب عيد ومعايدة. يا صباح العيد زدنا من تباشيرك وقود، وحدها انفاسك تخلي نار فرقانا رماد. فكم من صبي سر بالعيد وجهه، وكاد بذم الحزن للناس يفصح. من حكم العيد المشروعة أن الناس يفرحون بعد أن أدوا هذه الطاعة وهذه العبادة من صيام وقيام وصلاة وصدقات وزكاة.